اي نعم حددته باب جديد حددته بس انا عليه رموك لا كلتنا حددنا ليش حددته والله حددته حتى انتخب مشاركه ضروريه طبعا اجل تغير حال المدينه اذا ما شارك بالانتخابات هسه الموجودين كل النواب موجودين مثل مدينه الموصل هاي الشاعة القديمة كلها مهجومي أحد جاء عليه أحد جاء غشعة ليش؟ لأن ما من أهل المدينة نريد من أهل المدينة ناس تجي حتى تدعق على هاي العالم التعباني أنت فوت على القديمة وشع المآسي وشع المرضى وشع اليتامى وشع المعاقين خلي يظل يشارك يظل هاي وضع المدينه يظل هالشكل ونظل تعبانين ونظل امورنا تعباني والله انا احث الناس انه كل تطلع تحدث انتخاباتها تتحدث بطايق مالتها وتشارك بالانتخابات لان من ما تشارك راح نفس الوجوه تتكرر ونفس المأساة تنعاد كل 4 سنين نفسهم راح يرجعون ونظل احنا بهاي المعاناة اذا الناس ما تطلع احنا هذا وضعنا يظل نفس الشيء الحمد لله والله حدثتوها والله على مدرسه الطاهره هوني بالمنطقه القديمه والله لا بس الموظفين يعني يساعدون ما ما ما, ما كويس ازدحام ليش حدثت والله لازم نغير لانه اكو ناس جت من بعد التحرير ما نعرف وجوها منو جابها شنو منو اختاره ما حد يعرف وأسست هاي الموصلة تعاني ماكو كل شيء لا خدمات لا هاي مقابلك هاي المنطقة القديمة لحد الآن أش كل ما يزورها أحد تنهدم وما تأمر تنهدم حتى إذا ظل بيها بعد آثار ها هدموها وسووا أرض وما ما عمره أي نعم حدثت نعم هاني والعائلة على أي مكان على حي العامل شو كان تعب الموظف جيد جدا وما تأخرت يعني كلها ما بيها 10 دقائق استلمت لها لأن أنا من الصيف كنت عملتوها واحدة بس استلمتوها وجيتوا كانك وزفوا؟ لا لا ما أكون أكون وزفوا ليش حددت؟ والله نغير للأحسن نريد وجوه جديدة يعني حتى لعله يصلح هذا البلد طبعا شلون البطالة كثيرة بهذا البلد الجسور مهدمة المستشفيات مهدمة المدارس مهدمة لعله يجينا ابن الموصل وقلبه على الموصل لعله يجينا واحد يعني يفيد البلد على الأقل يجينا واحد يفيد البلد يعني وابن أهل البلد يعني أنت الحالة الوضع البلد من الأسوأ إلى الأسوأ أريد وجوه جديدة أن ينهضون بهذا البلد نعم والله قبل يومين 3 احنا حدثنا قديم بس ضاعت البطاقات وجددناها احسن التعامل تعامل جيد جدا منطقه قريبه المدرسه القريبه الحمد لله نعم لا لا ماكو ذاك الازدحام اي نعم فالتحديث المشاركه ضروريه تجديد ضروري تعرف الناس اللي يجون بدم جديد دماء جديده ويحملون افكار جديده يفيدون المجتمع اكثر ان شاء الله